وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من بيروت رئيس تحرير موقع جنوبية علي الأمين. أهلا ومرحبا بك سيد علي. بداية، ما أهمية أن تخرج المحكمة اليوم بإدانة دامغة للنظام السوري والميليشيات التابعة لإيران على رأسها حزب الله؟ يعني لا شك يجب التأكيد على أن هذا المسار المحكمي هو ممتد يعني منذ بدء التحقيق الدولي في العام 2005 إلى تأسيس المحكمة، إلى مسار التحقيقات التي أخذت إجراءاتها وقتا وأعطيت الفرصة لكل الأطراف المعنية بأن تشارك أو تكون في محاكمة أقرب إلى العدالة من أي محكمة أخرى. لكن لذلك ما حصل اليوم هو موقف الادعاء المدعي العام، وبالتالي المدعي العام وصل إلى من خلال أكثر من 3000 قرينة إلى الاتهامات التي وجهها للأفراد المتهمين التي جرى ذكرهم في الوثيقة، وأيضا في الإشارة إلى النظام السوري، وهي يعني أيضا تنسمع لما سيقوله الدفاع في الأيام المقبلة وما سيقوله يعني المتضررون، وبالتالي الحكم هو سيصدر في كما تعلمون وكما أشرتم في وقت لاحق، يعني عندما يعني يكون القضاة قد استمعوا نهائيا إلى كل المرافعات، وبالتالي ليس هناك من توقع أن يصدر الحكم في فترة قريبة، إنما لما بعد يعني ربما العام الجديد مع بداية العام الجديد في الحد الأدنى. بكل الأحوال الاتهامات مبنية على قرائن وعلى وثائق وعلى يعني وثائق وصلت بالادعاء الذي قدمها ليقول أن هؤلاء الأفراد المنتمين إلى حزب الله، ويشير إلى دور النظام السوري في هذه العملية الاغتيال، والتوقعات أن لا يكون حكم القضاء مختلف تماما عن الادعاء، لكن يجب أن ننتظر لنقول أن هناك حكما قد صدر عن المحكمة الدولية في هذا الشأن. بطبيعة الحال يعني ليس هناك من مفاجآت، يعني هذه الوقائع نحن نعلم أنه كل الجلسات المحاكمة كانت يتم بثها بشكل مباشر، وكانت تعلن كل يعني ما جرى، وبالتالي كثير مما قيل اليوم هو كان معروفا في لكن ما يشغل الشارع العام سيد علي وهو الفترة الزمنية، يعني 13 عاما استغرقت الادعاء العام لتقديم لائحة الاتهام هذه مع الأدلة الدامغة التي قدمها اليوم، هل يمكن ربط ما قدمه اليوم الادعاء العام بالأزمة السورية؟ لا أعتقد، يعني لنكن يعني يعني موضوعيين إذا صح التعبير، هذه المحكمة هي محكمة دولية لها قواعد وشروط، والمدة الزمنية التي مرت لا أعتقد أنها كانت نتيجة توقيت سياسي، إنما الإجراءات التي تتطلبها هذه المحكمة وطبيعة الجريمة التي وقعت والتحقيقات التي رافقت هذه الجريمة، ولأنها جريمة معقدة ومركبة احتاجت كل هذا الزمن، وفي ظل عدم بطبيعة الحال غياب المتهمين والمحاكمة كما أشرتم تمت غيابيا، أنا أعتقد أن الزمن الذي مر هو أمر فرضته وفرضه بطبيعة الحال طبيعة المحاكمة وطبيعة الإجراءات والحرص على المحافظة على حقوق كل الأطراف، ولا أرى أن الإعلان اليوم المدعي العام يرتبط بالأزمة السورية، أعتقد أن هناك مسار خاص منفصل لا يمكن لأي جهة أن تفعل أن تسيس مسار المحكمة كما تشاء، لا سيما أن العالم وكل الخبراء وكل الأكاديميات يعني تراقب عمل هذه المحكمة، وبالتالي لا يمكن أن تصدر عنها تصرفات نافرة بشكل تبدو وكأنها تخضع لاعتبارات سياسية في إجراءاتها أو في توقيت إصدار
يعني لأحكامها أو ما يتصل بجلسات الاستماع وما إلى ذلك. على الطرف الآخر حزب الله حذر لبنان من الاستمرار في هذه المحكمة، حتى أن حسن نصر الله هدد سعد الحريري شخصيا. هل تعتقدون أن نصر الله يمكن أن يشعل لبنان بعد جلسة المحكمة اليوم؟ أنا أعتقد هذا الأمر يعني صعب ومستحيل، وليس هناك إمكانية لفعل ذلك، بمعنى أنه حتى يعني كشف الجريمة لا أعتقد أنه سيؤدي إلى يعني تفجير لبنان. أنا أعتقد أنه كشف الجريمة سيساهم في استقرار لبنان، فضلا أن أمر التفجير لم يعد أمرا يعني بيد هذا الطرف أو ذاك، إنما هناك تطورات إقليمية ودولية. لكن ألا تعتقد أن اتهام حزب الله وتثبيت التهمة على حزب الله سيفقد حزب الله قاعدته الشعبية، سيفقد حزب الله مكاسبه الانتخابية، سيفقد حزب الله سيطرته على الشارع؟ ليس بالضرورة ذلك، لأن حزب الله دائما يستخدم عنوان المؤامرة الدولية والمؤامرة الغربية لمحاولة يعني جعل البيئة أو الجمهوري في حالة التفاف حوله. لكن بالتقدير أنه هناك لا شك أمر معنوي سيكون له تأثير، وهذا يرتبط بدرجة كبيرة بالتطورات الإقليمية والدولية، ليس العناصر الداخلية هي العناصر الحاسمة اليوم فيما أشرتم إليه من تطور الوضع الداخلي في لبنان. أنا أعتقد أنه بعد صدور المحكمة قرار المحكمة والحكم يجب أن ننظر إلى ما سيصدر بعد ذلك استنادا إلى هذا الحكم من إجراءات قد يتخذها مجلس الأمن الدولي أو تتخذها الأمم المتحدة لمزيد من الضغط على لبنان فيما يتصل بتسليم يعني المحكومين أو وبالتالي ما يرتبط بهذا الحكم ونتائجه بالمعنى السياسي. بالتالي إن إذا ثبت أن حزب الله هو المتورط في هذه الجريمة لا شك أن هذا سيكون له آثار وتداعيات مرتبطة بالموقف الدولي من لبنان أكثر مما هو مرتبط بالوضع الداخلي، لا سيما أنه الرئيس الحريري واضح كان في موقفه أنه لا يريد أن يكون يعني عنصر يعني يلعب دور أنه يريد أن يثأر، وهذا مؤشر على أنه يريد أن يحافظ على الاستقرار. لكن حتى في كشف هذه الجريمة فيه أثار معنوية وسياسية ستكون واضحة على حزب الله في المرحلة المقبلة. لكن ألا تعتقد أن طبيعة الرئيس الأسبق رفيق الحريري رحمه الله تفرض على اللبنانيين الذين يشتاقون إليه، وخصوصا أنه فرض الكثير من الأمور التي أدت إلى استقرارها وكانت تفتقد إليها لبنان قبل قدومه إلى السلطة، ألا تعتقد أن هذه الطبيعة وهذه الشخصية تفرض على اللبنانيين الكثير من الالتزامات تجاه من نفذ بحقه هذه الجريمة البشعة؟ لا شك كما أشرت، لكن أنا برأيي الأهم بقرار المحكمة هو وقف الاغتيال السياسي أو جعل مسألة الاغتيال السياسي مسألة يعني يمكن تنفيذها والاستمرار بها من دون معاقبة. الأمر المهم هو صدور الحكم وكشف هذه الجريمة وأهمية هذا الحكم بأنه سيكون له دور أساسي في لجم القوى التي دائما ما استخدمت الاغتيال السياسي لتحقيق مآربها ومشاريعها، وهذا لا سيما أنه يصدر عن محكمة دولية، لأنه مجرد صدوره أيضا عن محكمة دولية ورسالة دولية إلى لبنان وإلى من يعنيهم الأمر بأنه مسألة الاغتيال السياسي لم تعد مسألة يمكن أن يمر من ينفذها من دون أي عقاب. وبالتالي أنا أعتقد هذه الرسالة الأهم لحكم المحكمة الدولية بمعزل عن النتائج المباشرة أو التداعيات على حزب الله ودوره في الساحة اللبنانية. طيب، هل لديكم الإيمان الكافي أن هذه المحكمة يمكن أن تحقق عدالة ناجزة في هذه القضية؟ وهل ترون أن لدى الدولة إرادة لتنفيذ ما سيصدر عن المحكمة؟ يعني
يعني لا احد يتحدث عن عداله لكن ناجزه، بمعنى لكن لا شك ان مثل هذه المحكمه واستنادا الى الاجراءات واستنادا الى الوقائع التي شاهدها ويعرفها الكل والمتابعات التي تظهر حرفيه هذه المحكمه، لا شك ان هذه المحكمه هي اقرب للعداله من اي محكمه اخرى في لبنان، لا بل في العالم العربي والاسلامي، لانه كان هناك من الشفافيه ومن يعني ومن المحافظه على حقوق المتهمين والاستماع لكل الافادات واستعراض كل المتعلق بهذه الجريمه من دون اهمال اي عنصر ممكن ان يؤدي الى كشف منفذها. اعتقد انه هذا يعطي يعني نوع من ثقة أكثر بهذه المحكمة بما يمكن أن يصدر عنها. لا أقول أن العدالة مطلقة، لكن هي بالتأكيد المحكمة الأكثر عدالة أو الأقرب إلى العدالة إذا ما قسناها إلى المحاكم المعروفة في لبنان والعالم العربي. وبالتالي خيار المحكمة الدولية لم يكن خيارا سياسيا بقدر ما كان خيار الذهاب إلى محاكمة تقترب إلى العدالة أو يمكنها أن تصل إلى تحقيق العدالة وبالحد المقبول وبالحد الذي يتطلبه الداعين لكشف جريمة اغتيال الحريري. إصدار إدانة بأدلة دامغة تجعل الناس ينتظرون الحكم ويستبقون الحكم أيضا، ماذا عن الكتل السياسية اللبنانية الأخرى، حركة أمل 14 آذار وباقي الكتل، كيف استقبلت الأمر؟ يعني أعتقد أنه هناك مواقف معروفة لجهة أن هناك من يشكك بأصل هذه المحكمة ووجودها، ومنذ البداية يعتبرها محكمة مسيسة وكل قراراتها كل ما يصدر عنها غير شرعي وغير قانوني ولا يتسم بأي عدالة، وهذا موقف إيديولوجي إذا صح التعبير أو موقف غير يعني مفهوم إلا باعتباره أن هناك من هو متضرر من هذه المحكمة ويعرف أنه ما ستكشفه ربما سيكون له نتائج وتداعيات سياسية. لكن بالتأكيد جزء كبير من اللبنانيين أيضا يعتبرون أن هذه النافذة الوحيدة التي كان يمكن لأن تفتح على إمكانية تحقيق يعني إجراء تحقيق فعلي بهذه الجريمة والوصول إلى نتائج، سيما أن لبنان يعني جرت فيه عمليات عشرات العمليات الاغتيال السياسي ولم يكشف عن أي جريمة ومن نفذ هذه الجرائم. وبالتالي في نوع من الترحيب العام، لكن لا شك أن القوى السياسية التي يعني حليفة لحزب الله والنظام السوري هي حكما لها موقف منذ البداية رافض لهذه المحكمة. أستاذ علي، في سؤال أخير إذا سمحت لي، وجود رفيق الحريري على الساحة السياسية غير الكثير بالنسبة للبنان، واغتياله عاد ليغير الأمر مرة أخرى، ما سيصدر عن المحكمة؟ هل يمكن أن يغير خارطة الشارع السياسي وميزان القوى في لبنان مرة أخرى؟ هل ترون إمكانية لذلك؟ أنا برأيي سيكون له تأثير وسيكون له تأثيرات سياسية ونتائج سياسية، كما أشرت في سياق الحديث قبل قليل، هذه التأثيرات ستكون ناتجة ليست عن عوامل داخلية بقدر ما ستكون نتاج تحولات إقليمية يمكن أن تبدأ انطلاقا من هذا الحكم الذي سيصدر في كشف هذه الجريمة. نعم، رئيس تحرير موقع جنوبية علي الأمين، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك.